خويا هاد الناس هادو اليوم انا خدام عادي. تسمعت الدقان عند الدقان حدا الباب، حليت الباب فلقيت القايد، لقيت الباشا، لقيت زعما السلطات كاملة لقيتهم. انا خدام على الماكله وعلى الماء، انا خدام على الماكله وعلى الماء. علاش خدام؟ وعاد وبلا ما نهضر على النظافه، هي الماكله والماء. انا علاش خدام على هاد الجوج؟ هاد الجوج خصني نعطي الماكله ونعطي الماء. هنايا لا الماء، الا الماء سيدي ما لقاوش هاد الناس هادو، ولا الماء ما كاينش، راه الكلب راه تيدخل البانيو يعوم. راه ماشي ما نبقاوش نكذبوا ولا نقولوا الكلب ما تيعومش. الكلب واش تيعوم ولا ما تيعومش؟ وإلا الكلب دخل تيعوم. انا دا عمرت الماء ومشيت بحالي والكلب دخل عام، واش غيبقى الماء؟ راه هذا الواحد تا هو خصو يستوعب هاد الشيء. قالوا اخويا قالوا العرجات، قالوا داو من العرجات. كاين شي مأوى ديال العرجات راه اسبريس، راه صورات بالله راه تيقتلوا حتى في العرجات، حتى في العرجات راه داوهم فهمتيني. ماشي تنقول لك راه تنقول لك شو اللي كاين، راه في العرجات راه هما اللي غادي يدوا يقتلوا. الا ما قتلوش هنايا في الكرنه غادي يقتلوا في العرجات، وان شاء الله راه موالين الكلاب غادي يجيو ياخذوا الكلاب ديالهم. الاغلبيه ما عندهمش لهنا، ولكن واحد 5% عندهم ماليهم، عندهم ماليهم. 5% ديال الناس عندهم ماليهم. دونك سميتي نعيمه القطاطي، مواطنه عاديه ساكنه حدا الرفق بالحيوان حدا الكرنه. دونك كان ثاني عيد، ثاني عيد الناس هنا حدا البحر كيخرج كلشي يتمشى. دونك انا خرجت كنتمشى هنا انا والعائله ديالي، وفائده بي كنسمعوا الكلاب تينبحوا بزاف. جيت طليت من داك التقبه ديال الرفق بالحيوان، وكاين واحد الفتحه تما الكلاب كلهم خرجين لسانهم، فيهم العطش وفيهم الجوع، يعني واحد الحاله كارثيه يرتلى لا اكل ولا شرب. دونك جبنا لهم واحد شويه الاكل ما كفاهمش، لان كان كمائل الكلاب لداخل. ورجعنا لغدا لقينا عاوتاني لا اكل لا شرب، يعني كنديروا غير داك القرعه ديال سيدي علي من الباب وتنقطروها، لان ما عندناش كي نديروا لهم الماء والاكل حنا من مورا الباب. كانت واحد البطاقه تما، خدينا الرقم ديال الهاتف، دابا راه تحيدت اليوم في الصباح. راه كانت واحد البطاقه تما كانت ليها فيها الرقم ديال الهاتف السيده اللي مسؤوله على هنا الحيوانات، على الكلاب. واتصلنا بها اليوم في الصباح، جينا باش نشوفوا الحاله ديالهم، عاود كي شكون المسؤول، اشنو واقع، علاش هاد الكلاب ما تياكلوش، علاش ما عندهمش الماء والاكل. دونك لقينا بان تحيدت داك البطاقه ما كايناش، وبان الكلاب داوهم. كتضرب الاراء السيد لي واحد الناس هنا قال لك راهم داوهم بقنادل. الحارس العام لي هنايا كيقول لك لا، الحارس ديال الباب قال لك راه كيقتلوهم. دونك انا ما عرفتش بالضبط شنو كي زعما شنو الهدف ديالهم، من شنو كيديروا الكلاب. مي انا كمواطنه كنشهد بداك الشيء اللي شفت، بان الكلاب ما كانوا لا اكل ولا شرب من نهار ثاني عيد حتى لا تصبح هذا. دونك انا جيت نديكلاري على داك الحاله اللي الكلب ما كيتكلمش، ولكن داك الطريقه باش كيجر لسانه كيلوحها من مورا الباب، يعني اعتقوني راه انا عطشانه، انا في الجوع. انا هذه هي اللي استنكرت، وهذه هي اللي قلبي ضرني فيها، بحيث عائله كامله يعني ما قدرناش ناكلوا. انا اللي كنشهد على نهار السبت والحد واليوم على داك الشيء اللي شات عيني، راه عندنا لي فيديو، وعلى داك الشيء اللي ضرني في قلبي لا غير. شنو كيديروا مع الحراس، مع المسؤولين؟ قال لك كاين اللي يبون، كاين اكل. انا داك الشيء ما انا اللي تر انتباه ديالي هو داك الكلب مخرج اللسان ديالو من مورا الباب. كون كان شبعان ما غاديش يخرج اللسان ديالو، كون كان شبعان ما غاديش ينبح. انا ما غاديش ندوز وما غاديش نمر مره الكرام، انتي ما غاديش يبان، ولكن باش اننا نعطيهم داك الكمد الاكل وما شبعوش، يعني هادو راه ما كلاوش واحد 3 ايام ولا 4 ايام.